مساء الخير عليكم في كويزين ماما سباباس. اليوم نديرو واحد اون غوسيت بالسلق. السلق فارسي لازم لنا ناخذو هذاك السلق الطويل اللي يكون طويل هكذايا وعندو هاد لاتيج تاعو عريضه باش حتى حاجه ما نخسروها. لاتيج نطيبوها وهذه نزيدو نطيبوها. اون فا فارسير هاد لي في تاع السلق وهذوما نديروهم اون صوص معها elle va accompagner هذاك السلق هذاك فارسي. لهذه الكيفيه واش لازم لنا؟ انا هنا حكمت اون بوط وحده تاع السلق جلي بلانشي هاد السلق هذا رميته في الماء يغلي رميته غلا شويه ومن بعد جبته للماء بارد. دوك نوري لكم كيفاش نديرو باش نربح الوقت. حكمت هاد لي تيج قشرتهم فوالا درتهم وطيبتهم في الماء وحدهم. سي با لا بين ديروا الملح باسكو على بالكم السلق ما يسحقش بزاف الملح. دونك هادو ما طيبتهم وحدهم باش نربح شويه الوقت. عندي شويه تاع الجلبانه غابيدمون طيب ما كاش مشكل. عندي اون صوص طوماط هايك لا صوص طوماط نطيبوها تجي خفيفه. لا صوص طوماط نحكمو قيس ربع حبات تاع الطوماطيش قلتها ديجا ربع حبات تاع الطوماطيش حبه تاع البصل زدت لها 5 سنينات تاع الثوم عقرتهم في هذه الكيفيه. نعقرو بالفلفل الكحل لو جينجومبر السكنجبير الكركم وهنايا درت الفلفل الاحمر العكري بلوتو وزدت طوماطيش تاع باطا درت لها شويه زيت الزيتون. انا نحب زيت الزيتون سينو نديرو الزيت اللي حبيتو. خلوها طيب كي طيب ميكسيوها وتجي شويه مايها. شوفوا كيفاش جات نطيبوها هكذا تجي مايها شويه. وباش جو في لا فارسير شريت سادير هذه الكيفيه ما تستقمش قاعيتك. شريت قيس 30000 تاع اللحم تاع لادان شاورما. دونك قلت له اسمه البوشي يرحيها لي. درت لها 3 سنينات ثوم غليت شويه قيس فنجان صغير تاع الروز نزيده لها معاها المعدنوس نعقرها توجور بتوابل لي ميم زيبيس السكنجبير فلفل كحل شويه كركوما والملح ونزيد نحكمها بالحبابات فوالا. وهديه اختياريه اللي يحب يزيد شويه الفرماج. دوك تشوفوا كيفاش ندير ان تي بو دو فرماج غابي. نبداو نوري لكم كيفاش نديروا لهاد لي في تاع السلق باش يجوني شويه طرايا كي نروح ندورهم. فوالا دوك نوري لكم كيفاه. فوالا دونك الماء راهو سخون هنا كنت بيان سور وجدت هذوك الاولانيين خليت لكم برك هذو تشوفوهم. هاد الماء سخون ندير فيهم هاد السلق ندخلهم فوالا ندخلهم شويه برك ماشي فوالا جوست سخنلي شويه برك ومن بعد نحيهم. نحبس لا كويسون نحبسها في الماء بارد فوالا هايك ميم با اون مينوت قولو دقيقه ونحيهم من الماء سخون فوالا. من بعد نقطرهم في هاد لو بلاطو وين حطيت الاولانيين. دوكا واش نروح ندير مادام وجدت هذاك السلق نجيب هذيك لا فارس لي نديرها لداخل هذيك نروح نزيد لها هذيك الحبابات ونخلط هاد لافارس. بعد ما خلط هذيك لافارس نحطها بجيه فوالا. نحكم هاد لو مول لي يروح لو فور نبدا نحط له شويه في لاباس تاعو شويه تاع لاصوص طوماط باش هذاك الاخر لي مولي تاع وسمو تاع هذايا تاع السلق يتشرب شويه هذاك لاصوص طوماط اللي تجي من تحتها. نحكم هذوك لي فاي هاي ندير هكذا ندير لها شويه تاع لافارس لداخل نروليها كيما البوراك هاوك هايك نروليها كيما البوراك هاي هكذا ونروح نرولي هاي. شوفوا كيفاش تجي كيفيه هذه بزاف بنينه ما تكلفش بريزونطابل صادير يجيكم واحد تروحوا ديروها له ما تحشموش بها.
شوفوا هنايا قعدوا لي هذوك لي في صغيره صغيرين فوالا جو فيني راسومبلي كاع ايتي كيف كيف فوالا نجبد نقدروا باغ اكزومبل في هذه الكيفيه نديروا له شي فرماج حبيتو في الوسط نديروا له فرماج كيما حبيتو مانا جو مكونتونت دو هاديه بس باللحم و لا فيوند هاشي و الروز دوكا كي كملت درتهم بيدي فوالا دوك نحكم هاد لاصوص طوماط نديرها لها من الفوق يعني ندير لها لاصوص طوماط قسمة طيب هاديك لا فيوند هاشي لي كاين لداخل السلق طايب هذاك هذاك الروز هذاك طايب فوالا قسمة طيب هذيك لا لاصوص طوماط اللي كاين داخل فوالا هكذا نسيو ندخلو لها كاع هذيك هذيك لاصوص طوماط ما بيناتهم هكذا ديرولها هذاك الفرماج اللي وجدتو غابي نديرولها من الفوق باش كي نروحو نبريزونتي وتجينا شابه ما تحكوش بزاف عبان زوج مغارف كبار تاع الفرماج سيتو ماشي حاجه كبيره والسلق يتمشى بزاف مع مع الطوماطيش يتمشى بزاف مع الفرماج فوالا دوك نرجعو للفوغ الفوغ نكون سخنتو من قبل ونرجعو للفوغ وكي يطيب تشوفوه ونعاودو نجو لهاد الكيفيه اللي تبقاو تاع لي زانغغيديون دوك نوريكم كيفاش نديروهم فوالا دوك قعدت لي كي درت هذيك لافارس تاع تاع السلق درت بها لافارس وزدت قعدت لي ندير بها لي بولات اللي نخدم بها هاد الجلبانه والسلق نبدا نخدم لي بولات فوالا بعد ما كونت ما درت هذوك لي بولات تاع تاع لا فيوند دوكا نروحو نديرو لا صوص لي ناكومبانيو بها هذوك لي هذوك السلق فارسي واش ندير نحكم هاد لا صوص تاع لا طوماط توجور نخدمو افيك لا ميم صوص طوماط واش نهاد لا صوص طوماط نزيد لها شويه تاع الماء فوالا نزيد لها شويه تاع الماء باش هاد لاصوص تجي مايها كثر باش يقدر هذيك هذيك الجلبانه لازم تطيب فيه فوالا راني زدت لها الماء شوفوا كيفاش دير تجي نزيد لها ثاني شويه ما سخون زيدوا لها شويه ما سخون فوالا شوفوا تجي شغل لي صوص تاع الماس تاع لاصوص طوماط شوفوا كيفاش تجي تجي مايها فوالا فوالا ومن بعد واش ندير لها ندير فيها هاد الجلبانه نرمي فيها الجلبانه هادي فوالا هكذا نزيد هذاك السلق لي تيج تاع السلق لي كانوا طايبين نزيد نحطهم لداخل يطيبوا فوالا دوك نديرو على النار كي يرفد الغلية تاعو يبدا يغلي ندير له لداخل هاد لا فيونداشي نوريها لكم كي تكون على النار ترفد الغلية فوالا دونك كي راه يرفد دوك الغلية واش ندير نروح ندير كاع هاديك لا فيونداشي لداخل تزيد طيب معاه باش تزيد البنة لهاد لا صوص فوالا دونك كي طيب طيب كامل فوالا كي طيب كامل فوالا نديرو لها ديروها في مويا تما نقص النار نقص شويه النار شوفوا كاش نقص النار ونخليها طيب بعقلها كي طيب هذيك الجلبانه سي بون نعاود نرجع لكم هاي بعد ما هاي بعد ما طابوا هذوك لي هذوك لي الاخر السلق فارسي في الفوق هايك شربت كاع هذاك لاصوص طوماط اللي كاينه فيها وهاي هذيك لاصوص تاع
تاع الجلبانه وهذوك لي تيج تاع السلق هذوك لي تيج هذوك ما رميناهمش درناهم اون صوص وهذاك لافارس قعدت زدنا درناها في هذيك لاصوص هاي طابت شوفوا هذاك الماء كاع اللي درناه لاصوص شوفوا كيفاش شرب وطاب دوكا نديرها لكم في صحن التقديم كيفاش نقدموها هاي ونسقيوها توتوتو بهاد لاصوص نديرولها كلكس فوالا كيفاش نقدموها لي فريمون بريزونطابل دوك نوريها لكم كيفاش جات من الداخل شوفوا كيفاش جات شوفوا من الداخل كيفاش جات شوفوا شوفوا الله يبارك كيفاش طابت فريمون طابت تري تري بيان من الداخل ما نحكي لكمش على البنه هاد الجلبانه تاني طابت تري بيان هايله ما نحكي لكمش البنه وريحتها اللي راهي هنايا اللي راهي هنا في الدار راهي فريمون تعبق ريحتها نقدموها افيك اون سالاد انا وجدت اون سالاد تاع القرنون فوالا مع اون سالاد دو بيتراف بور اكومباني معاها فوالا بور اكومباني معاها فوالا حصل يعطيكم الصحه اللي تبعتوني حتى وين دوكا ما تندموش عليها الوصفه هذه بزاف صحيه اني با ما عندهاش بزاف لي كالوري والسلق حاجه مليحه للصحه الي بون بور لو ترانزيت معمر بلي فيل معمر بالالياف والشاورما هذاك تاع لا داند ولا تقدروا ديروا لي سكالوب دو داند ما عندوش لو غرا مليح هايل حصل غير حاجه صحيه وحتى ما نبذروا والو زدنا ما مليتيش زدنا طيبناهم وصوص حصل يعطيكم الصحه اللي تبعتوني جربوا هاد الوصفه ما تندموش عليها المره اخرى ان شاء الله نزيد نكرر قبل ما ننسى وصفه اقتصاديه شوفوا يعني ب 30 الف تاع شاورما شوفوا شحال جابنا لو غراتا جابنا ناقص نقولوا هاد الماكله تجي قيس نقولوا 6 عباد 6 عباد ياكلوا ويشبعوا فوالا اقتصاديه 100% فوالا